كيف ما كنشوفوا نحتفل اليوم بذكرى المسيرة الخضراء سن بندر اللي تمت سنة 1975، ونحن اليوم ننظم أياما وطنية بهذه المناسبة. تنطلق الفعالية هذه الأيام معرض حول صور وأرشيف مدينة العرائش، والذي تتخلله خرائط تبين حدود التاريخية للمغرب، والتي تضم مجال الصحراء المغربية كافة، حيث يظهر بشكل جلي ارتباط المغرب بصحرائه، بالإضافة إلى أرشيف مكون من ظهائر سلطانية تبين مسألة البيعة ومدى ارتباط المناطق الصحراوية الجنوبية بسلطان المغرب آنذاك في هذه الفترة التاريخية. وبالتالي فهذا لا يترك مجالا للشك حول الروابط الوثيقة ما بين الصحراء وباقي المدن المغرب.